فقال ربنا عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أتدرون لماذا يساقون إلى الجنة زمرا؟ لأنهم كانوا يتعاونون على الخير في الدنيا زمرا، كانوا يتعاونون جماعات وجماعات زمرا وزمرا. لذلك وعدهم الله أن يدخلوا الجنة الزمرا، أي جماعات جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. هكذا يقول أهل الجنة في الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وفي خاتمة الآية 74 من سورة الزمر قال ربنا جل جلاله: فنعم أجر العاملين. ثم تأتي الآية الأخيرة في سورة الزمر الآية 75 لترينا مشهدا آخر جميلا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين.